معكم هدى عثمان لتقديم تقرير NYFP اليومي من بورصة نيويورك لليوم العاشر من شهر سبتمبر لعام 2013. واليوم نجد أن المؤشرات الرئيسية هنا تنهي الجلسة على ارتفاع. هذه الارتفاعات تأتي وسط التفاؤل حول احتمالات التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة السورية. أيضا صدرت بعض التقارير الاقتصادية الجيدة بالصين والتي ساعدت على ارتفاع الأسواق اليوم، فالإنتاج الصناعي قد ارتفع بأكثر من 10% خلال شهر أغسطس، ومبيعات التجزئة ترتفع وبأكثر من 13%. أعلنت أبل عن جهاز الآيفون 5 الجديد، ولكن بالرغم من ذلك انخفض السهم اليوم وب 2.6%. سعر النفط اليوم يخسر 1.9%، ينهي الجلسة عند مستوى 107 دولارات و39 سنتا للبرميل.